السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة كتير في شهر 6، في شهر 7، وفي شهر 8 كمان من كل سنة بيبحثوا عن نصايح لتالتة ثانوي. هنعمل ايه في السنة دي؟ السنة دي ايه نظامها؟ ايه ظروف المذاكرة فيها؟ هنذاكر في اولها ازاي وهنذاكر في اخرها ازاي؟ نروح للمدرسين مين؟ نظام المذاكرة، عدد ساعات المذاكرة، أسئلة كتير بتدور في ذهن الواحد. إن شاء الله عايزين نجاوبها كلها في الفيديو دوت، سواء كنت اللي بيسمع طالب طالبة داخلة تالتة ثانوي أو مرهم بالسنة ديت قبل كده ولكن عايزين ينصحوا غيرهم، أو كان اللي بيسمع الفيديو دوت حد من الأهل أو الأقارب وعايز ينصح أهله. الفيديو دوت هيكون تجميعة لنصايح أنا سمعتها ونصايح اتقالت لناس تانية انا اعرفها سألتها بعد ما مرت بالسنة ديت، وقلت لها ايه النصايح اللي انتوا تنصحتوها وايه النصايح اللي انتوا تنصحوا بيها وايه هي تجربتكم مع تالتة ثانوي، وحاولت ان انا اجمع بقدر كبير الكلام عن تالتة ثانوي بحيث ان الواحد يكون دماغه فاهم الدنيا وفاهم النظام وفاهم ايه النصايح ديت. ولكن في الاول وفي الاخر النصايح ديت ما هيش النصايح الذهبية، مش هقول لك 1 2 و3 فانت هتسمعهم فهتكون هتقفل كده في ثالثه ثانوي او هتعدي في ثالثه ثانوي. لا، الموضوع مش كده، الموضوع انك انت هتجتهد هتلاقي. انا مش هقول لك انت هتعمل هتذاكر نص ساعه في اليوم، ولا هقول لك ان انت هتعمل كذا وحاجات بسيطه كده هتنجح بيها، لا خالص. السنه ديت اللي بيتعب بيلاقي، وتعبك دوت بيكون بنيته، يعني انت ناوي ان انت وانت بتتعب ناوي ان انت هتوصل لحاجه معينه، عايز توصل لحاجه معينه، ربنا بيوفق. انما انت بتتعب ولكن حاطط لطموحك ان انت مثلا انت اخرك 90%، انا مش هقدر اعدي 90%، ومع ذلك انت بتذاكر، وممكن بتذاكر من واحد مجموعه او بمعنى اصح واحد بيذاكر اقل منك، ولكن في الاخر هو حصل على نتيجه اكبر منك. ليه؟ لان في واحد بيذاكر بطريقه وواحد بيذاكر بطريقه ثانيه، واحد وهو بيذاكر ناوي ان هو يوصل لحاجه طموحه اكبر من طموحك. فانت دايما هخلي طموحك كبير، انه ان شاء الله بان انت هتسمع النصايح ديت هتحاول تطبق منها على قد ما تقدر، وحاول ان انت وانت بتجتهد طول السنه ان انت نيتك وطموحك ان انت هتوصل لل 99% وهتوصل لل 100% كمان، وبعد كده تختار اي كليه انت عايزها. وطبعا يفضل جدا ان انت تكون محدد الكليه اللي انت عايزها، وديت اول نصيحه لينا. خلينا نتابع باقي النصايح في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، هنبدأ إن شاء الله دلوقتي في 15 نصيحة بالضبط لثالثة ثانوي. النصيحة دي أنا سمعتها واتقالت لي من ناس تانية، خلينا نوضحها مع بعض. عندنا أول نصيحة وأول حاجة لازم تكون عارفها في ثالثة ثانوي، إن السنة دي سهلة، السنة دي ما فيهاش مشكلة، السنة دي مش محتاجة توتر، ما تخافش منها، سنة وهتعدي زيها زي بقية السنين. في ناس ياما عندها الوسواس، او اللي هو ان انت بتبقى خايف من السنة قبل ما تخشها على اساس الاشاعات الكتير اللي بتطلع حواليها، وانها سنة مصيرية. هي سنة مصيرية وسنة مهمة في حياتك، ولكن ما تخافش منها، يعني سنة هتعدي زيها زي بقية السنين، بل هي كمان كمنهج وكمحتوى علمي مش اصعب من السنين اللي قبلها خالص، بل ممكن يكون السنين اللي قبلها اصعب منها. تمام. فاول حاجه ما تتوترش من السنه ديت، السنه عديها بالطول وبالعرض، وان شاء الله سنه ما فيهاش اي حاجه، وهتتمتع بيها على فكره، وهتطلع بعد سنه ثالثه ثانوي وانت في الكليه هتقول ولا يوم من ايام ثالثه ثانوي، وكل الناس بتقول كده، واسال اي حد. تمام. تاني نصيحه معانا، وهي اللي بيجتهد هيلاقي، فما فيش حاجه اسمها ان الثالثه ثانوي مش هتتعب فيها، او ان ثالثه ثانوي سنه سهله، يعني ده معناه ان انت مش هتتعب فيها. لا، ثالثه ثانوي لازم هتتعب فيها، هتتعب فيها في المذاكره وهتتعب فيها بشكل نفسي، لان ثالثه ثانوي من السنين الطويله اللي محتاجه طوله نفس ومحتاجه صبر. تمام. وبيجي فيها وقت دايما والواحد بيزهق وبيمل،
ولكن ده عادي يعني، ده كله قبله، اللي طلع واللي جاب 99% قبله واللي جاب 50% قبله، فما تقلقش خالص من موضوع ان انت هتتعب، ويعني ده شيء عادي جدا، سواء انت هتتعب في المذاكرة ما تيأسش بقى، وما تقولش لا دي سنة متعبة، وما تزهقش من المذاكرة ديت، حتى لو زهقت ارجع وكمل تاني وفكر نفسك، ولو تعبت او زهقت بشكل نفسي برضو اصبروا بالراحة، حتى لو تمددت معاك الفترة دي، حتى لو طولت معاك شهر او اتنين كمان من الزهق النفسي وقلة المذاكرة، لا فكر نفسك تاني وما تيأسش. السنة دي بيبقى كلها حاجات من عند ربنا، زي ما بيقولوا في ناس ياما طلعت بتقول أنا مثلا انا كانت ايدي بتكتب لوحدها في الامتحان، في ناس تانية كانت بتقول انا ما اعرفش ايه اللي حصل بس انا جاوبت، في ناس تانية بتقول انا كنت عارف المعلومات وما جاوبتش، تمام؟ فالسنة دي هتيأس فيها، هتيجي في الاخر هتتعب، او هتيجي في الاخر ومش هتلاقي. السنة دي محتاجة طولة نفس، محتاجة صبر، محتاجة ان انت تتعب فيها، ومحتاجة ان انت ما تيأسش فيها، تمام؟ فديت كده كانت اول نصيحتين. النصيحة التالتة، وديت واحد قالها لي، سألته قلت له انت ايه نصيحتك في تالتة ثانوي؟ قال لي انك تكون راجل مع نفسك، قال لي ان انت تكون بادئ السنة وجد وانت محدد نيتك، وعارف ان انت في تالتة ثانوي ديت انا ناوي فيها ان انا اوصل للي انا عايزه، مش للكلية اللي انا عايزها، لا للي انا عايزه، اي حاجة انا اكون عايزها الاقيها، يعني في التنسيق بتاعي اكتب اللي انا عايزه وانا مرتاح، ما كنتش ان انا شاكك في حاجة، تمام؟ او يعني متردد في ان هل هتقبل او هل ما تقبلش. هو قال لي لازم تكون داخل في ثالثة ثانوي وانت ناوي ان انت هتجيب 100%، داخل وانت ناوي دوت، وتبدأ السنة وانت بتفكر في كده، وانت بتذاكر من اول درس انت بتذاكره، وانت بتذاكر كل كلمة فيه بنية ان انت لو اتسألت فيها هتجاوبها، يعني بمعنى اصح تكون جد من اول السنة. ودي تدخلنا على طول على رابع نصيحة، وهي ان انت ما تضغطش على نفسك في الاول، ولكن تكون جد. طب ازاي يعني الاثنين انت كده بتناقض نفسك؟ لا خالص، انك تكون جد وانك تكون منظم وانك تكون بتذاكر اللي عليك حاجة، وان انت ما تضغطش على نفسك حاجة تانية. في واحد دلوقتي هيخش هيذاكر، هيمسك الدرس اللي هو خده وهيذاكره، وهيجيب اسئلة ويحل عليه، ويجيب امتحانات يشوف عليها الاسئلة اللي على الدرس دوت ويحلها، ويروح يقعد يخترع في اسئلة، ويجيب في اسئلة من هنا ومن هناك، ويسأل ويتصل ويعمل ويشغل باله ويضغط على نفسه اكتر من اللزوم. لا الموضوع مش كده، تالتة ثانوي كل معلومة فيها هتتكرر لك اكتر من 10 مرات على الاقل في كل المواد، ما تشغلش بالك، اعمل في الاول باللي عليك. المدرس طلب منك ان انت شرح لك الدرس دوت، هتذاكره مذاكرة عادية، تمام؟ هتبدأ جد، هتبدأ ان انت فعلا هتذاكر، ما انتش هتكسل، ولكن ما انتش هتضغط على نفسك، مش عايز تعمل الدنيا والاخرة وانت لسه في البداية، هتضغط على نفسك هتتعب، تمام كده؟ ديت كانت رابع نصيحة. خامس نصيحة، اختار المدرس اللي يحفظك ويفهمك. هتقول طب ما ده طبيعي، عادي ان انا هختار مدرس يحفظني ويفهمني. لا مش دي بقى النقطة، النقطة اللي انا عايز اكد عليها ان في مدرسين كتير معروف عنهم انهم بيحفظوا بس، وفي مدرسين كتير معروف عنهم انهم بيفهموا ولكن ما همش مهتمين بالمتابعة، اروح لمين؟ لا حاول تشوف حد اكتر مدرس بيفهمك مع الحفظ، أأكد جدا في كلمة مع الحفظ ديت، ما ينفعش تالتة ثانوي فيها من غير حفظ. لو في مدرس قاصر في نقطة المتابعة والحفظ، حاول ان انت تتداركه بمدرس تاني. طبعا ما ارجحش باي حال من الاحوال ان انت تاخد في درسين، تمام؟ انا بقول لك لو في مادة معينة المدرس اللي هو بيفهم فيها الكويس ما بيحفظش، حاول ان انت تشوف حد معاه يحفظك، تمام؟ ولكن في اي حال من الاحوال حاول ان انت تختار المدرس اللي بيفهمك ويحفظك. لو في مدرس اقل في الفهم شوية ولكن بيحفظ، روح له، تمام؟ لو في مدرس بيحفظ بس من غير ما يفهم، دوت ما ينفعش. ولكن لو انت مثلا في ازهر، فيبقى المواد الشرعية مواد الى حد كبير مش محتاجة فهم على بقدر انها محتاجة حفظ، فديت تروح للمدرس اللي بيحفظ 100%. وش اهم حاجة ان انت تحفظ بالنسبة للمواد الشرعية، بالنسبة للمواد برضو للعام لو في مادة محتاجة حفظ هتروح على طول للمدرس اللي بيحفظ، حتى لو في مدرس احسن منه بيفهم ولكنه مش متابع
كويس في الحفظ، لا اهتم بالمدرس اللي بيحفظ. ما بقولكش ما تفهمش، ولكن حاول تجمع، حاول تجيب بقدر الامكان من ميزة الحفظ. تمام كده، ده كان بالنسبة لاختيار المدرسين، ودي كانت النصيحة الخامسة. النصيحة السادسة، بعد ما اخترنا المدرس اللي هيفهمك ويحفظك، محتاجين بقى نثبت المدرسين خالص، ما نغيرش المدرسين. احنا مثلا بنبدأ غالبا كله بيبدأ في شهر 7 وفي شهر 8، يبقى انت معاك شهر 7 ومعاك شهر 8 ومعاك شهر 9 تثبت فيهم المدرسين. شهر 10 ما تنقلش من مدرس، شهر 7 و8 انت بتجرب فيهم المدرس اللي انت عايزه، ممكن تروح فيهم لمدرسين عشان بحيث ان انت تجرب ده وتجرب ده عشان في الاخر تختار واحد. تمام، ولكن طبعا المدرسين دول حاليا كلهم سمعتهم سباهم، فانت غالبا من الناس اللي قبلك هتسأله مين المدرسين الكويسين. طبعا هتسأل، مش هتسأل قريبك، ما تحبيش حد في ثالثه ثانوي، ما تسألش مش عشان قريبك هتسأله، لا اسأل حد يكون تفوق، اسأل حد يكون وصل، اسأل حد وقول له ايه المدرس فعلا اللي فادك وايه المدرس اللي كان فيه تقصير، عشان تفهم المدرسين اللي في المنطقة اللي انت فيها، وتروح للمدرس دوت وتثبته. تمام، يعني بمعنى اصح تيجي على شهر 10 كده وخلاص، مفيش تغيير المدرسين الا لو حصل حالة طارئة جدا جدا جدا. ناوي تحترم مدرسك وتحاول ان انت برضه، انا ما بقولكش ذل نفسك، ولكن احترم المدرس الى قدر كبير، حتى لو اتعافى عليك شوية، حتى لو زعلك شوية مفيش مشكلة، طالما المدرس دوت هو اللي ليه مصلحتك، وهتيجي في الاخر وانت اللي هتشكر المدرس دوت وهتدعي له. تمام، ثبت المدرسين، ما تغيرش، ما تفضلش تتنطط من المدرسين، دي غلطة كبيرة جدا 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 في ثالثة ثانوي، اوعى تقع فيها. تمام كده، ودي نصيحة أنا بأكد عليها كذا مرة، ما تغيرش مدرسين، ما تغيرش مدرسين. النصيحة السابعة، بيقول فرضك ما ينفعش تأثر فيه، يعني الواجب المدرس عطاهولك أو التسميع المدرس طلبه منك ما ينفعش تأثر فيه. عندك تسميع، عندك حفظ، عندك واجب، عندك discussion، عندك أيا كان اللي عندك، ما ينفعش تأثر فيه، ما ينفعش تروح وانت سايب الفرض اللي عليك، ما ينفعش تروح وانت مش حافظ التسميع، ما ينفعش تروح وانت سايب الواجب، الا طبعا للظروف الطارئة او للضرورة، غير كده ما ينفعش ان انت تأثر. احنا قلنا انت هتبدأ جد وتكمل لحد اخر السنة جد، بان انت ما تأثرش في اقل حاجة، اقل حاجة اللي المدرس طالبها. تمام، وما بقولكش كمان زود عليه، ما تزودش على المدرس طلبه، طالما انت عارف ان المدرس دوت متابع والناس بتطلع من تحته كويسه ومدرس كويس وبيفهم وبيحفظ ومتابع معاك، ما تعملش اكتر المدرس بيطلبه منك. يعني قالك هتسمع حصه واحده، مش شرط خالص تفضل تحفظ في الحصه اللي هو طلبها منك دوت والحصص اللي قبلها كلها والحصص اللي بعدها، لا انا بقولك طالما المدرس قالك على حاجه، اقل حاجه خالص ان انت تجيب اللي المدرس طلبها منك، ولو عايز ما تزودش ما تزودش، كمان هيبقى زي الفل كده. تمام، لكن ما تأثرش في اللي المدرس طلبه، يعني اقل حاجه هو اللي المدرس بيطلبه. هتقول لي طيب دلوقتي انت طبعا انت لسه ما بداتش، يعني غالبا انت لسه ما بداتش ثالثه ثانوي ومش عارف ايه النظام. النظام ان انت هتلاقي مدرس انت بتروح له وطالب منك كم مثلا حفظ كبير، طبعا مش في البدايه، في النص هتلاقي المدرس طلب منك كم حفظ كبير، وهتلاقي مدرس ثاني في نفس الوقت عامل امتحان، ومدرس ثالث في نفس الوقت طالب منك تسميع ولو حصه، فانت هتكون عندك كتير، هيكون عندك حاجات كتير وما انتش عارف تعمل ايه. طبعا في ناس كتير بتطنش، اول حاجه ممكن تغيب من امتحان، تمام، بحيث انها تحفظ لمدرس تاني، او انها تكسل عن حفظ مدرس تاني عشان الامتحان. طيب طبعا هنا انا هدي اول حاجه الاولويه للامتحان، كل امتحان تقابله في ثالثه ثانوي تعتبره امتحان اخر السنه، تمام، تعتبر ان درجتك فيه هتكون هي درجتك في اخر السنه، اي امتحان تديله الاولويه القصوى. تمام كده، تمام خلصنا. طيب وحفظ المدرسين التانيين اللي طالبينه في نفس الوقت بتاع الامتحان، طبعا المدرسين دولت انت المفروض ان الحاجه اللي هم انت عايزك تسمعها ديت ما هيش اول مره تسمعها، طالما كم كبير ده معناه ان الحاجات دي انت مراجعها قبل كده، تحاول بقدر الامكان ان انت تذاكر منها اي حاجه، وحتى لو ما رجعتهاش برضو روح واحضر حصتك، حتى لو هيتزعق لك فيها او هتتضرب فيها. تمام، احضر وبلاش غياب، بلاش غياب، بلاش غياب من التسميع، واهم حاجه بلاش غياب من الامتحان، وبلاش تقصير ساعه ما يكون في امتحان. تمام كده، النصيحه الثانيه بتقول ان انت
ما ترضاش عن نفسك، يعني ما تقولش انا كده خلاص عملت كل اللي عليا وانا كده تمام وانا كده عمري ما هغلط، لان تالتة ثانوي ايا كان ملهاش كبير، هي تالتة ثانوي سنة سهلة وكل حاجة، ولكن ما فيش كبير الا وهتلاقي فيه اكبر منه، ما فيش حد بيذاكر الا لو هتلاقي حد بيذاكر اكتر منه، تمام كده؟ فما فيش حاجة اسمها ترضى عن نفسك، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها انا كده تمام خلصت تالتة ثانوي، ما فيهاش حاجة اسمها كده، ولا في الحياة عموما ما فيش حاجة اسمها انا كده عداني العيب وزيادة، ما فيش، تمام؟ في حاجة اسمها انا عملت واقدر اعمل اكتر، انا عملت واقدر اعمل اكتر وكان في اكتر، انا ممكن ابقى احسن، انا في الامتحان دوت جبت 29 من 30، انا اقدر المرة الجاية اجيب 30. فانت ما ترضاش عن نفسك ايا كان الوضع، دايما تبقى عارف ان انت تقدر تجيب احسن، واللي انت حافظه وفي خلل تقدر ان انت تحفظه جامد، وما فيش حاجة اسمها حاجة انت ما تقدرش تعملها، ما فيش حاجة اسمها حاجة انا مش هقدر افهمها، في حاجة اسمها الحاجة دي انا عندي فيها مشكلة هقدر اصلحها ان شاء الله، هفضل احاول لحد ما تتصلح، هفضل مع الاخر السنة، ما فيش حاجة اسمها انا المعلومة دي كده خلاص اتقفلت، ما فيش حاجة اسمها معلومة انا خلاص مش هفهمها، لحد يوم الامتحان حاول تفهم اي معلومة ما انتش فاهمها، وان شاء الله هتفهمها وهتستوعبها، وان شاء الله ربنا مش هيضيعك طبعا. النصيحة التاسعة يا جماعة هي الغياب، اوعى تغيب يا جماعة، وانا اكدت عليها وقلتها وانا بقول في النصايح، الغياب يا جماعة محدش يغيب من دروس خالص، واهم حاجة عدم الغياب من الامتحانات، يعني حط الامتحانات ديت مفيش حاجة اسمها امتحان يتغاب، ده كده خلصناها. الدروس بقى برضو مفيش حاجة اسمها دروس تتغاب الا للضرورة، ولكن الامتحان بقى مفيش حاجة اسمها يتغاب حتى لو في ضرورة، تمام كده؟ فالامتحان ثبته كده ده اولى الاولويات، وقلنا هتعتبر كل امتحاناتك زي امتحان ثالثه ثانوي، الغياب يا جماعه ما تغيبوش خالص، احنا ممكن لو انا جمعت الايام اللي انا غبت فيها طول السنه ممكن على بعضهم يبقوا اسبوع 7 ايام بس انا غبتهم طول السنه، تمام؟ فالغياب ما تغيبش يا جماعه، هتغيب هيتراكم عليك يوم ورا التاني هتتعب، تمام؟ بلاش غياب، وحتى لو غبت وحصل ضروره مفيش حاجه اسمها ده كده تراكم وهتعب، لا هتحاول برضو، قلنا مفيش حاجه اسمها هتيأس، في حاجه اسمها هتحاول وهتوصل ان شاء الله، تمام؟ تمام. النصيحه العاشره يا جماعه عايزين نوضح فيها نقطه، وهي ان ثالثه ثانوي 3 مراحل، اول مرحله وديت هي بتبقى مرحله الحماس للمعظم تقريبا، في ناس ما بتبقاش داخله متحمسه او بتبقى عادي يعني، ولكن بيبقى في رتم مذاكره عموما في البدايه، بعد كده في مرحله في النص اللي هي عند شهر 1 شهر 2 شهر 3 كمان، وممكن شهر 12 قبله، تمام؟ يعني المرحله ديت كده ناس كتير فيها المرحله ديت بتقع، تمام؟ في ناس بتقع خالص وما بتكملش بعد المرحلة دي، بتيأس نفسيا او بيتراكم عليها المنهج وبتقع على كده، ممكن بتحاول تلم حاجات بسيطة، بتحاول بتعمل، بتفضل لحد اخر السنة كده بتاخد في انفاس بطيئة، لكن ما بتوصلش لحاجة في النهاية، تمام؟ طيب في ناس تانية في المرحلة دي بتبدأ انها تحاول تلم نفسها بقى، يعني زهقت والمنهج اتراكم عليها، ده طبيعي هتحس ان المنهج متراكم عليك حتى لو مش متراكم عليك، وهتحس ان انت المنهج بتاعك كبر منك وفي حاجات ما انتش مراجعها، والمدرسين بداوا يخلصوا في المناهج، والمدرسين بداوا يعملوا امتحانات وانت ما انتش قادر تلم وراهم، ده عادي جدا 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 جدا، وهيمر بيك سواء انت مذاكر من اول السنه او مش مذاكر من اول السنه، سواء انت شاطر او ما انتش شاطر، اي حد في المرحله ديت، انا وكل زمايلي بلا استثناء كنا كلنا في المرحله ديت تعبانين، وبنقوله في المرحله ديت احنا مقصرين، وبنقوله في المرحله ديت احنا زهقنا، وبنقول في المرحله ديت احنا مش مذاكرين المنهج كويس، تمام؟ فده عادي جدا، اهم حاجه بقى انك ما تزهقش وما تيأسش في النقطه دي، اهم حاجه انك بعد النقطه ديت تكمل، وبعد النقطه ديت تعمل جدولك من اول وجديد، تعيد منهجك، ترتب دنيتك وتبدا تشتغل من اول وجديد من غير زهق ومن غير يأس، وتدعي ربنا، اهم حاجه تدعي ربنا. نخش على النصيحه 11 وهي المراجعه، المراجعه بتاعت اخر السنه، ما بكلمش على مراجعتك مع نفسك، مراجعتك مع نفسك ديت ظبط عليها جدولك، ايا كان مراجعتك مع نفسك عادي يعني هتبقى مع المدرس غالبا، ولكن انا بتكلم بقى عن المراجعه اللي هي اخر السنه بعد ما المدرسين ما يخلصوا مناهجهم، ناس كتير بتيجي في اخر السنه، وخصوصا الناس الشاطره، بعض الناس الشاطره بتقول لك انا هقعد في البيت، انا فهمت المنهج كويس هقعد في البيت اراجع مع نفسي، النقطه ديت كده خلاص
بخ ما ينفعش، ما ينفعش خالص. هتقعد في البيت مش هتوصل لأي حاجة، مش هتوصل لأي حاجة. حتى لو حد وقعد في البيت ونصحك فده ممكن يكون استثناء، هو قدر ان هو يقعد في البيت ويوصل، ولكن انا ما اعتمدش على ان انت هتقعد في البيت وتوصل خالص. تمام، لحد اخر السنة، لحد ما المدرس هو اللي يقول لك اقعد في البيت خلاص كده، خلاص تمام. لكن المراجعة ذات نفسها كده اهم من السنة. السنة كلها ممكن يتشرح لك فيها الحاجة مرة مرتين، ولكن المراجعة الحاجة بتتشرح لك فيها ال8 مرات الباقيين. لو قلنا الحاجة بتتشرح لك في ثالث سنة و10 مرات، فمرتين طول السنة، وفي المراجعة في كام شهر بتوع المراجعة من اول شهر 3 لحد شهر 6 بيتشرح لك فيه المنهج ال8 مرات بتوع المراجعة. تمام، المراجعة ديت اهم حاجة. هتشوف الاسئلة اللي انت هتحلها في البوكلت او هتحلها في الامتحان في اخر السنة، هتشوفها في المراجعة ديت، هتشوفها كتير وهتتكرر عليك، وهتيجي يوم الامتحان هتلاقي الاسئلة زي اللي انت كنت بتحلها في المراجعة. ممكن سؤال تفضل تحل في المراجعة ديت لحد ما تيجي قبل يوم الامتحان تحل بس سؤال زيادة او صفحة زيادة، تلاقي منها برضو اسئلة في الامتحان. فالمراجعة ديت مهما كان ما بتخلصش، يعني ما فيش برضو حاجة اسمها هقعد شهر بس من المراجعة وبعد كده هقعد، لا، كمل المراجعة للاخر لحد ما المدرس هو اللي يقول لك اقعد. وغالبا المدرسين كلهم او الفترة الوحيدة اللي انا اقدر فيها اقول لك تقعد في البيت هو الشهر اللي قبل الامتحان، الشهر الوحيد اللي قبل الامتحان، مش 3 4 شهور. تمام، شهر واحد بس. النصيحة ال12، بالنسبة للناس اللي بتسأل عن عدد ساعات المذاكرة، مفيش حاجة اسمها هذاكر عدد ساعات، مفيش حاجة اسمها ان انا اقول لك ذاكر عدد ساعات معين. كل واحد وعلى حسب استيعابه، كل واحد وعلى حسب ما هو عارف نفسه. حاول على قد ما تقدر ان انت عدد ساعات مذاكرتك ما تقلش عن اللي انت كنت بتذاكره قبل كده، تمام، وما تزيدش عن الحد اللي هو يزهقك من حياتك. خلي دايما في حياتك جزء لنفسك، جزء لربنا، جزء لأهلك، تمام. فعدد ساعات يكون متوسط، يكون في الطبيعي، تمام كده. في ناس ممكن تذاكر المعلومات اللي غيرها بيذاكرها مثلا في 4 ساعات، بتذاكرها هي في ساعة. ديت انا مش هجبرها، مش هقول لك لا ده انت لازم تذاكر 4 ساعات في اليوم، لا خالص. ذاكر على قد المطلوب منك، يعني انت مثلا مطلوب منك هتذاكر كذا النهارده، فانت هتذاكره، سواء بقى ذاكرته في ساعة، ذاكرته في ساعتين، ذاكرته في 3، هتذاكر المطلوب منك، تمام كده؟ تمام. النصيحة ال13 يا جماعة، وهي الاجازات. لو مدرس اعطاك اجازة في نص السنة، مدرس ريحك يوم، غاب مدرس يوم وكده، حاول ان انت تستمتع باجازاتك دي او بايامك الفاضية دي. بلاش ان انت برضو تقول لا انا هذاكر فيها وهلم نفسي، ده انا ضيع لي كم منهج، كم شابتر مثلا او حاجة فهذاكرهم. لا، حاول ان انت الفترة دي حتى لو هتذاكر فيها تذاكر، قلل عدد بقى ساعات المذاكرة، وخد بريك لنفسك، خد بريك، لان السنة مملة والسنة طويلة، فحاول ان انت تاخد بريك لنفسك وترفه عن نفسك شوية، تمام كده. النصيحة ال14 بقى يا جماعة، وديت نقطة مهمة جدا، الصحاب بقى والأصدقاء والكلام دوت. مش هقول لك سيب صحابك، ولكن انت عارف مين صاحبك كويس واللي هيشدك في الطريق الصح لو انت ناوي توصل لحاجة، وانت عارف صاحبك اللي هيوقعك، وانت عارف صاحبك اللي هو برضو في صاحب يكون ممكن برضو كنتوا في الاول بتلعبوا بس انتوا قررتوا ان انتوا هتظبطوا مع بعض في السنة ديت وان شاء الله هتوصلوا لحاجة، ولكن هو لو وقع انت بقى ما توقعش معاه، ابعد عنه، معلش. ما انت تالتة ثانوي صاحبك مش هينفعك، انا ما بقولكش تخسر حد، وما بقولكش تعامله وحش، ما بقولكش تبعد عنه يعني تفرقه، لا، بس ساعة ما تحس ان في حد وقع من صحابك اللي انت بتمشي معاهم على طول، حاول ان انت ما توقعش معاه. بقى في نقطة تانية، ما تقارنش نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد يعني ايه؟ يعني مش حد بيذاكر 8 9 ساعات فانت هتقول لا ده انا لازم اذاكر زيه 8 و9 ساعات. ما تقارنش نفسك بحد، واحد جاب 30 وانت مثلا جبت 25 لان انت كنت مقصر شوية، ما تقارنش نفسك بيه وتقول هو شاطر وانا فاشل وانا كده وحش، لا، انت هو شاطر وانا اقدر اكون شاطر زيه. هي دي طريقة المقارنة، اللي هي طريقة التنافس للخير، طريقة التنافس للصح، تمام، اللي هو وصل وانا اقدر اوصل، ربنا معاه ومعايا عشان اكون زيه. خلينا نكون كلنا
في طريق واحد عشان ننجح. ما بلاش الغيرة، بلاش جزء الحسد، بلاش جزء اللي هو برضو بلاش جزء الاحتقار للذات، بلاش تحتقر نفسك، تمام؟ جزء تالت بقى اللي هو بلاش حياء في العلم، يعني بلاش تستحي ان انت تسأل حد. حاول تشوف حد محترم من دفعتك، يكون حد نفسيته كويسة ما بيزهقش، وتسأله على كل اللي انت مش عارفه بقى، وتروح له كمان يعني تقول له لو سمحت انا ممكن غبت من حصة، فيه حصة مش فاهمها، درس مش فاهمه، عايزك تشرحه لي لو سمحت. هيشرحه لك عادي جدا على فكرة، يعني خد الامور ببساطة، ما تنحركش يعني، ولا طبعا تستحي ان انت تسأل مدرس، ولو حتى برضو شخصيتك ان انت هتستحي تسأل مدرس قدام الناس، بعد الحصة اسأله، اكتب اللي انت عايز تسأله في ورقة واسأله بعد الحصة، ما تستحيش ان انت تسأل. وحتى لو استحيت ان انت تسأل، يبقى تبحث بقى عن المعلومة بنفسك، وما تستحيش من نفسك ان انت تبحث في معلومة، وان انت تحاول توصل لفهمها مع نفسك، تمام كده؟ ديت كده يا جماعة كانت النصايح ال14، ناقصين بقى نصيحة واحدة بس، وهي نصيحة الدعاء. طبعا انا مش هتكلم في النصيحة ديت، احنا كلنا عارفينها. ثالثة ثانوي بقدر ما هي سنة التعب، في بقى جزء منها تعب وهو الإلحاح في الدعاء. تتعب في ان انت تلح في الدعاء، كل ما تصلي ادعي ربنا يا رب ارضيني في ثالثة ثانوي، ارضيني بنتيجتها ايا كانت بقى، هتجيب مجموع عالي هتجيب مجموع قليل، ارضيني بالنتيجة اللي هتطلع، وارضي اهلي بالنتيجة اللي هتطلع، وخلي النتيجة اللي هتطلع، وخلي كلية اللي انا هوصل لها ديت هي المكان الصح ليا، هي المكان اللي انا هنفع فيه نفسي، وهنفع فيه ديني، وهنفع فيه مجتمعي. تدعي على طول وما تبطلش دعاء. ثالثة ثانوي كلها توفيق، ثالثة ثانوي نتيجتها في الاخر بتبقى توفيق من عند ربنا ورضا منه. حاولوا يا جماعة ان انتم تقربوا من ربنا في ثالثة ثانوي، وتدعوه وتلحوا عليه في الدعاء. وبكده نكون خلصنا النصايح، ولو في اي اسئلة يا جماعة ممكن تسألوها في الكومنتات، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب، وممكن تشتركوا في القناة. ولو طالبين اي فيديوهات او اي حاجة عن نصايح في ثالثة ثانوي للدراسة عموما، ممكن تكتبولي المطلوب في الكومنتات، وان شاء الله نرد عليكم، او نعملوا فيديوهات تانية للرد على الاسئلة. ولو في اي حاجة تقدروا تتواصلوا معايا، هتلاقوا اللينكات في الوصف بتاع الفيديو. وبكده نكون خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.